بقى امريكا امريكا اتكلمنا انا عن حقوق الانسان. تخيل يا شعب، هو في حد اصلا مهني شعب وادي ولا مدلعه وموري له؟ انا اللي موريه لكم. نموت ونموت ويا الزعير. الموت لامريكا، الموت لامريكا، كلنا وراك يا قائد. شعبي حبيبي، شعبي حبيبي، يا روحي يا بيبي، حطك في جيبي يا ابن الحلال. دعونا نعمل في صمت، ها نعمل في صمت. كل اللي انا طالبه منكم لما حد يسألكم عني هتقولوا له والنعمة ده رئيسنا كويس. ها هتقولوا له ايه؟ من حلف بغير الله فقد اشرك يا ريس. جزاك الله خيرا اخي الكريم، جزاك الله خيرا. لقد قامت قواتكم الباسلة بالقضاء على إرهابي، كان عاوز يقتلكم. تخيلوا يا شعبي. ايه مالكوا ساكتين ليه؟ اما حد يسألنا هنقول ايه؟ والنعمة على رئيسنا كويس. بس خلاص، مش عايز هتاف ايها الشعب العظيم. والان دعونا نعود الى الصمت والعمل، حيث حقوقكم المكفولة بالدستور والقانون، لان هذا الشعب يعلو ولا يعلى عليه. هذا الشعب ايه؟ حبيبي يا ابو احمد، الله يخليهم لك. يلا بينا شباب. السيدات والسادة، حلقة اليوم ليست هزلية وليس لها علاقة بالكوميديا السوداء من قريب او من بعيد. وفي خبر بعتذر والله ان انا هقوله لكم، ولكنه للأسف واقع ولازم تسمعوه. والله انا ما بكذب، انا مش هكذب، واللي هقوله لكم ده حصل فعلا، واعلموا ان ماليش اي يد فيه. الاسبوع ده كان عندنا في مصر مؤتمر لحقوق الانسان. صدق ان انا غلطان ان انا قاعد بسمعك والقصيدة بتاعتك من اولها كوف. يلا يا دي عصام افتح لنا نتفليكس وفك من هذا الافاق الكذاب. لا والله يا عم الناس، انا بتكلم بجد، وتعال اشوف بعينك المؤتمر اهو. انت متخيل يا مؤمن ان مصر اللي فيها اكتر من 100,000 معتقل سياسي بتعمل مؤتمر حقوق انسان وبتعلم الكوكب ازاي يحترم الناس ويديهم حقوقهم؟ فكروني زمان لما كنت بدور على برنامج عشان الدايت، فلقيت صفحه ام حازم للحميه الطبيعيه، فبقول لها ازاي يعني حضرتك هتعلمينا الدايت وانت تبارك الله دهونك مغرقه الكيبورد مش عارف اكتب منك؟ قالت لي لا، ما انا مستنيه لما نعمل جروب ونبدا كلنا مع بعض. يا سلام. لا والله، في عز بقى ما هذا الجمع حضرتك قاعد بينافق ويسقف بجهود الجنرال المهزأ صاحب علامة الصلة الموسمية اللي بتظهر في فصل الربيع بس بسبب الرياح الخماسينية الشمالية الغربية. كانت عائشة خيرة الشاطر في نفس التوقيت بتدفع تمن ان هي بنت قيادي في الاخوان من عمرها وصحتها وعافيتها. عائشة ما عندهاش اي جريمة الا ان باقي اسمها خيرة الشاطر، الا اولاده ومراته وقرايبه ونسايبه بيدفعوا كلهم التمن مع عائشة لانهم فقط شايلين اسم. يا جماعة بتوع حقوق الانسان، إليكم سبب اعتقال البنت دي ورميها في زنزانة 3 سنين بدون محاكمة. إليكم هذه التهمة الكبيرة والذنب العظيم الذي لا يغتفر. نفس المحكمة دي هتتعدلي في يوم كلنا نفس الوقت، بس هتبدل الموقف وهيبقى في قوي وفي ضعيف. انتوا النهارده خسرتوا دنيا واخره، واحنا الحمد لله فزنا دنيا واخره. كسبتوا دنيا انكم اتباع عبيد لقادات لاسيادكم، انما الحمد لله احنا كسبنا الدنيا والاخره. اتعرفوا بس كده والله يا مؤمن. اي نعم، كلمتين ما يطلعوش من رجاله بشنبات وسط كميه البدل الميري المرصوصه اللي انت شفتها دي كلها، ولكنه في الاخر كلام. لا فجرت ولا قتلت ولا سرقت ولا نهبت، بنت قلبها محروق على ابوها واخوها وزوجها وباقي رجاله عيلتها اللي اتاخدوا بحقد وغل وقلب اسود. لا ازاي؟ تعالي كمان انت عائشه واسكني زنزانه، واحنا نبقى قاعدين جنبك عاملين هنا مؤتمر كده وسبوبه حلوه بتاعت حقوق انسان في جمهوريه الموز اللي كل حاجه فيها وعكسها. اسمع بالله عليك، مفتي الجمهورية وشيخ الازهر الحبر العلامة محدث الامة، وهو بيتكلم عن المرأة وحقوقها الشهر اللي فات. تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة في مجتمعاتنا، اعمالا لقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا.
وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء. يا سلام يا سلام على التقوى والإيمان اللي بيخر من ودانك يا مولانا. مشهد يفكرك بالمعلم بيومي وهو قايم يصلي ركعتين سنة الضهر وهو لسه قاتل مرات خميس في رصيف نمرة 5. ما تتقي الله مولانا ولا ترموا المحصنات. مش يمكن سيادة الرئيس ما يعرفش حكايتها وملوش يد في الليلة دي؟ طيب انت عصام والله ما يعرفش عن عائشة بنت الشاطر، هنقول ممكن تعاد، لكن كمان ما يعرفش عن علا بنت القرضاوي اللي هي وجوزها بقالهم اكتر من 4 سنين محبوسين، والتهمة بس انها من نسل القرضاوي. حتى لما مدة الحبس الاحتياطي خلصت اتعملت لهم قضية جديدة وهم اصلا لسه في السجن ومحبوسين وهو كله بالقانون. 271 ام واخته وبنته وزوجه اسرى في مكايدة سياسية ما عملهاش كفار قريش مع نساء المسلمين لما خرجوا من مكة. ما زالت كل الشعوب العربية بحكم الثقافة والمروءة والعادات والدين والتقاليد شايفة ان التعرض للنساء فجر وقلة الدين وقلة مروءة، إلا إن العسكر في مصر فرضوه فرضا وبقى عادي خلاص. استوصوا بالنساء خير، اتقوا الله في النساء. استوصوا بالنساء خير، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله في النساء. اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك. استنى بس علينا يا مولانا وما تعمل لنا فيها العز بن عبد السلام الله يبارك، لما هو يعني متعوض حقوق إنسان كان عمل المؤتمر ليه من الاثار وكان حد غصبه يعني. تعرف عم بيظه ان انا سعيد جدا ان انت سالت السؤال ده على راي حبيب الملايين الله يفك اسره. السيسي يا عمنا عمل المؤتمر ده لان فعلا في حد غصبه. اه والله العظيم وهقول لك مين بس ما تضحكش ماشي. دي حضرتك امريكا خالت الدنيا ودي مصر ام الدنيا. من يوم ما ام الدنيا مضت مع الكيان المخروم اتفاقيه كامب ديفيد سنه 1978 وبقينا للاسف اول دوله عربيه نعترف بيهم، ومن ساعتها وخلت الدنيا بتدفع لأم الدنيا إكرامية سنوية وصلت لمليار و300,000 دولار من أجل هذا الانبطاح والذل الكبير. والفلوس دي حضرتك كلها بتروح لخزنة الجيش ماشي. انت تقصد المعونة عبودة مش كده؟ ايوه هي اسمها المعونة الأمريكية عالصومة، عشان انت لما تسمع الكلمة تتخيل ان جاي لك شوية بيجامات كاستور جديدة بدل المرقعة اللي انت لابسها وشوية زيت وسكر على صابون حاجة كده لزوم المعيشة. بس الحقيقة مفيش دولار منها بيخش دولتك وكلها بتروح للبشوات اللي قاعدين بيحفظوا حدود الكيان المخروم. وحط لك لينك تحته بقى راجعه كده اقراه وركز معاه ومتع عينك يا مؤمن. المهم يا عمنا ان خالة الدنيا من كام يوم قالت لك لا والله وضع حقوق البني ادمين فم الدنيا مش عاجبني وهنقص كام مليون من اللي فوق المليار دول عشان نقرص ودنها حبتين لحد ما يبقوا يظبطوا حالهم ونبقى نرجعهم لهم تاني. ودي طبعا مش فتوى من عندي بفتيها، انت راجل خريج مدارس حكومة وهتعرف تقرا انجليزي كويس. شوف يا عمنا بوليتيكو الامريكي في المصادر تحت ومتع عقلك. اوبا هيخصموا مننا فلوس، يبقى تعمل ايه يا واد ياسيس؟ تعمل ايه يا واد ياسيس؟ لا باشا دي حقوق الانسان دي على راسنا من فوق حضرتك، واحلى مؤتمر اهو لعيونك. تس تس حقوق الانسان، حقوق الانسان، يلا حقوق الانسان. قرب يا بيه قرب يا مدام، حقوقكم مكفولة في دخول الحمام. مستمعينا الكرام لا تتعبوا نفسكم ولا تفكروا، مع شوية هري هنقولهم لا هيقدموا ولا يأخروا. مع تحيات فراشة الحاج عدنان لتجهيز مؤتمرات حقوق الإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الرجل يعمل مؤتمر مثل عجيبكم يسكت برضك مثل عجيبكم يعمل لكم يا ريته سكت والله يا عم الناس، مع إنه ما يقدرش يسكت زي ما قلت لك بس والله يا ريته سكت. دول حضرتك ضيوف المؤتمر الكوميدي اللي بيتكلم عن حقوق إنسان مش موجود أصلا. تقدر تقول إنسان مسجون أو مش لاقي ياكل وفقر الدم واصل عنده إن كرات الدم الحمراء بقت برتقالي سيادتك. الأستاذ إبراهيم عيسى قاعد بقى قدام السيسي كده وقال يعني بيرتجل الراجل وبيقول من عنده واحنا مش متفقين قبل ما نيجي هنقول ايه مع حضرتك كده عشان تسمعنا، واخد بالك انت؟ وفكر وراجل صحفي كبير وقاعد مع الزعيم القائد وبيفضفض معاه بكلمتين فبيقول له ايه؟ لا طبعا انا مش هقوله. اسمع انت بودانك ايه هي حقوق الانسان الهفتان واللي طالع ميتينه في هذا الوطن. ما اظنيش انه ده في حريه المعتقد انه حد بيفطر في رمضان فيحاسب ويعاقب، دي حريه شخصيه والصيام بينه وبين ربنا. نعيد اصل الدين الى جوهره وهو علاقة المرء بعبده. بفاجأ بانه دار الافتاء بتطلع فتاوى عن اسئلة الامتحانات، بنحاول ندخل الدين في كل شيء كأنه محاولة تدين
الدولة مش مدنية الدولة. الطلبة بيدرسوا آيات قرآنية ويطالبوا بحفظ أحاديث نبوية، ده في مادة الدين بتدرس نصوص إسلامية. طب فين النصوص المسيحية؟ فين النصوص حتى اليهودية؟ خانة الديانة، ماليش دعوة أنا بدين المواطن خالص. سمعت أيها الجعان العطشان الفقران العيان، من حقك تعتقد كما شئت، تبقى مسيحي يهودي بوذي، من حقك في نهار رمضان تولع لك سيجارة في ميدان طلعت حرب وتحبس بكوباية شاي. أي نعم أنت مستلف فلوسها بس حقك ولازم تمارس. من حقك كمان تدرس مناهج مسيحية ويهودية عشان تاخد فكرة برضو يعني، وتراجع نفسك في موضوع الإسلام وتفكر إيش يمكن أنت غلطان يا أخي. ونشيل كمان دينك من البطاقة، لأن من حقك برضو إن محدش يعرف دينك، لأن الدين ده بس في الجامع اللي أنت لما بتروحه بنحبسك برضو. عرفت بقى حضرتك إيه هي حقوقك عند العسكر؟ يا مولانا وأنت مالك، إذا كان ربك سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكل واحد حر بقى في نفسه. أيوة كمل بقى بقية الآية، ليه كل مرة بتيجي عند الحتة دي وتقع؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ربك سبحانه وتعالى مش بيخيرك هنا والله العظيم، ده تهديد ووعيد من رب العالمين ولله المثل الأعلى. يعني مثلا دواجب الحصة الجاية اللي هيعمله منكم على عيني وعلى راسي، واللي مش هيعمله هيتذنب ويتضرب ويتفصل ويتهان. فمن شاء عمل الواجب ومن شاء نام وارتاح، ده كده يبقى تخيير ولا وعيد يا عصام؟ انت لو جيت للحق برضه هم عندهم حق عبوده، واحنا هنعمل ايه بخانة الدين في البطاقة يعني؟ ابنك ده عم بيظهر. لا 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 اديله فوق دماغه الواد ده، من يوم ما ربى ثعره وانا يثاكك انه بقى ملحد. طب خانة الدين مهمة يا عصام عشان احنا دولة فيها ديانات متعددة، وقوانين الجواز والطلاق والنفقة والاحوال الشخصية كلها بتتعامل مع كل واحد حسب دينه. انت المسلم ليه قوانين والمسيحي ليه قوانين واليهودي ليه قوانين، فنسهل عليك احنا بقى ونكتبها لك في البطاقة، ولا لما تحتاج اثبات دين نقول لك روح هات شهادة اثبات وتروح نلف ورا بعض كده زي سابق ولاحق؟ لا 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 ما تضحكش علينا بقى عبودة، دي قوانين ظلامية ظلامية مولانا، وكان حاططها المتطرفين زمان. وده مين الغبي بقى اللي قال لك كده؟ الزعيم السيسي طبعا، اللي حطها يا حبيبي عبد الناصر سنة 56 وانزل للمصادر. وانت هتلاقي ان اللي حط القانون هو عدو الاسلاميين رقم واحد في الوطن العربي يا بابا. لا 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 هو صحيح الكلام ده يابا؟ يعني كنت نايم سنة 56 يا عصام وما تسمعلوش الواد ده هيبوظ دماغه؟ يعني افهم من كده ان انت موافق ان هو حر يقول رايه في رب العالمين عادي يا عمنا؟ طالما الزعيم السيسي قال اه كلنا وراه ايها الخارجي المتطرف. طب واللي عاوز يقول رايه بقى في السيسي يا عم الناس، نفس الحريه برضو ولا ايه الكلام؟ محمد عبد السميع انا من وجهه نظري نحذف كمان خانه النوع من البطاقه بتاعت ذكر ولا انثى، لانها من الواضح انها ما بقاش ليها لازمه. لو هنستفيد كمان احنا من الاسم، ما نحذف الاسم كمان ونكتب مكانها انما المؤمنون اخوه. يعني نحذف خانه الدين ونحط مكانها ايه من القران؟ عبوده انت فين دماغك يا عم؟ هو ده يا عصام والله، انت في مرحله نزع الهويه عن الدوله بحجه الاخوان والتطرف والارهاب. ليه تقول سلام عليكم لما ممكن تقول صباح الخير؟ وليه جزاك الله خيرا ما هي متشكرين شغاله وبتقضي الغرض؟ بقيت لما تعطس وتقول الحمد لله يبص لك باستغراب كده وكانك جاي من العصر الجاهلي. الحجاب اخوان واللحيه ارهاب والنقاب سلفيه وهابيه دخيله على مجتمعاتنا، واللي بيقول لك كده ده بيكلمك باستغراب وكان امه كانت بتنافس مارلين مورلو في الفاشون ديزاين. ولو زنقت وطلبت منه انت صوره الحاجه هتلاقيها ست طيبه برضو كده شبه امي وامه، بس ربنا ابتلاها بعيل تافه ما بيلاقيش نفسه الا في القضايا المثيره للجدل عشان يعني الناس تذكره وتتكلم عنه ولو حتى بالسوء. هي دي حقوق الانسان يا عره الحكام وسقط الرؤساء ومسخره الدكتاتوريات الحديثه، ولا دي اللي هتراضي الامريكان وهتخليهم يفرجوا عن الكام مليون اللي حبسوهم منكم؟ للاسف عقولكم المريضه مخلياكم بتتعاملوا مع الجيل ده بنفس منطق عبد الناصر بتاع القناه الاولى والثانيه، وناسين ان في سوشيال ميديا ومواقع هتعري خيبتكم وتفضح. بس سيبك انت، طلعت الست اللبنانيه ممثله الامم المتحده وديتهم في جنابهم وما سكتت لهمش، واسمع انت يا مؤمن. انا استاذن منك، مصر ام الدنيا وانا امي اجت من لبنان خصيصا لحتى تحضر هذا الاطلاق، وهي عندها امنيه انه تتصور معك اذا ممكن. شكرا.
شفت انت بقى ازاي؟ ما كانتش قادرة تتصور وهي تحت جنبه في القاعة طبعا، ولازم بنتها تطلب من فخامته على الاستيج فوق من راعي حقوق المرأة عشان اللافتة الانسانية. وبعدين هو انت رايحة عيد ميلاد الميس بتاع ابن اختك؟ ده مؤتمر حقوق انسان يا تيت، سمعينا حاجة عن المختفين قسريا ولا القتل خارج اطار القانون او المعتقلين واسرهم او المطاردين والمهجرين؟ نسيت صح ان مفيش مخلوق هيطلع قدام كاميرا عندكم الا لما يكون حافظ هيقول ايه وهيقف فين كمان. كله مترتب ومتجهز حضرتك، زي بالظبط لون الجرافطه والقميص بتاع الدكتاتور الذليل، وهو بيستقبل وزير خارجيه الكيان المخروم فم الدنيا من يومين بس. ابيض وازرق حضرتك، وما خرجناش من التلوينه بتاعت معاليكم اهو. تمام يا فندم. اي ذل ومهانه يخلوك تستقبله يا واطي في عز ما العالم العربي والاسلامي محروق قلبه على الاسره وحفظ اساميهم اكتر من ولاده؟ فين المعيز اللي قاله على الدكتور مرسي خاين ايام خطاب عزيزي بيريه؟ اتخرستوا دلوقتي ولا وقعتوا على ودانكم وما وصلكوش الخبر؟ ما شفتوش استقبال الفاتحين والحفاوة اللي دخل بيها بلدنا؟ طيب هذه دولة مدنية عبوده ورجال السياسة لا دخل لهم بالدين، عرفت ليه بقى احنا بنحارب المتدينين المتطرفين اللي زيك؟ بص هو انت راجل كبير بس تعرف تتلهي، تعرف انت ان نفتلي بنت رئيس وزراء الكيان المخروم كان وزير الخدمات الدينية والقدس عندهم قبل ما يبقى رئيس وزراء، جاي من خلفية دينية هو. تعرف انت ان الطاقية الصغيرة اللي لازقها على قرعته دي اسمها كيبة وما بيلبسهاش غير اليهود المتدينين؟ تعرف انهم بيعتزوا بعقيدتهم ودينهم وما بيخجلوش منه؟ وانك انت اللي مهزوم وبتعافر وحالتك تصعب عالكافر. نفتالي ده قايمة عليه مظاهرات هناك عشان حزبه تحالف مع العلمانيين، والناس بيقولوا بالنص ان هو كده ممكن يغير هوية البلد ويفصل يا عين الدين عن الدولة، وده خطر شديد على الدولة. وانت بقى على الهوى ومباشر طالع تقول عادي يجب فصل الدين عن الدولة عشان نبقى يعني متقدمين وكيوت، جاتك 60 خيبة ووكسة حصى يا بعيد. هو انت عندك مصدر عز ولا تملك حاجة غير دينك وعقيدتك؟ هي دي بقى يعني حقوق الانسان عندك؟ روح شوف علاء عبد الفتاح اللي كنت واخده شاب زي الورد ورميته في السجن لحد ما يأس، وكان بيتكلم امبارح عن الانتحار وكره الدنيا باللي فيها. روح شوف زنازينك اللي مليانة امل وبق وحشرات الكوكب كله، وانت راصص فيها اساتذة الجامعات والدكاترة والاطباء والمهندسين والمبدعين في شتى المجالات، وتروح لقدام الكاميرا تشد في خادك الصغيرة دي على الكرسي وتقول لي اصل حقوق الانسان. لو هكلمك انا شهرين ورا بعض عن معاناة اهالي المعتقلين في الزيارة ما هكفي والله من القهر والذل وقلة القيمة اللي بيشوفوها عشان يطمنوا بس في دقايق معدودة على عيالهم هناك. حقوق انساني وزفت ايه اللي عامل لها مؤتمر؟ مش لما يبقى فيه انسان اصلا، ولا لما يبقى له حتى وطن يعيش فيه بدون رعب واهانة وحديد من فوقه ونار من تحته، وجاي تقول لي الاثنين دول عارفين الحق فين بس عارفين كمان مصيرهم لو جهروا بيه؟ اختاروا الكذب والنفاق لهذا الطاغية عشان بس يأمنوا شره، مش عشان هم مقتنعين من جواهم بالزفت اللي بيعملوا. بيتظاهروا ان ده رأيهم وبيمثلهم فعلا عشان بس يداروا ضعفهم جواه. دول مجرد مادة للضحك والسخرية مش للنقاش خالص. اما الطاغية فما الطاغية الا فردا لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطان، وانما هي الجماعة الجماهير الغافلة الذلول تمطي له ظهرها فيركب، وتمد له أعناقها فيجر، وتحني له رؤوسها فيستعلى، وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى. كلام سيد قطب اللي أعدموه عليه رحمة الله. وبس كده يا مؤمن. سلام عليكم. عسكرون نيمون اليوم بحالوا، سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له عسكر التب سكيلتا مسخرون او مسخرون. عسكرين مسكنون عسكرون وعسكرون نيمون اليوم بحالوا، سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له عسكر التب سكيلتا مسخرون او مسخرون.